السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني على هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي راني نشارك معكم فيها وصفة طبيعية لإزالة الندوب والتخلص من حب الشباب نهائيا، وأيضا التخلص من المشكل الأرتار ديال حب الشباب ولا البطور. هذه الوصفة تاع اليوم أو هذه الطريقة اللي راني نشارك معكم اليوم هي كتحتاج فيها مكون واحد كيف ما كتشاهدوا، مكون رئيسي واحد، اما المكون الثاني فهو لكم الاختيار. المكون الرئيسي اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هذه لازاله الندوب والتخلص من نهائيا من حب الشباب او البطور او البقع الداكنه، هذا المكون كيف ما كتشاهدوا وهو مكون السكر البني. هذا هو الشكل ديال السكر البني. الطريقه ديال استعمال السكر البني، السكر البني كنستعملوه كقناع على البشره، هو يعتبر مقشر طبيعي من اهم المواد الطبيعيه اللي كتميز بالفوائد كثيره والتي ما يمكن ليناش نستغناو عليه. عند استعمال السكر البني على الجسم ككل، يمكن لينا احبائي الاعزاء اللي عنده مشكل ديال البطور او الندوب قديمه على البشره ديالو، يمكن لينا نستعملوه على سائر الجسم. هو كيساعد على اخفاء الندوب وايضا كيمنع من ظهور حب الشباب، لان هو كيخترق الجلد عميقا وكيخفف من روابط الخلايا وكيسهل تقشير الخلايا الميته الخارجيه، وايضا كيعزز النمو ديال الخلايا الجديده. ويمكن استعماله على سائر الجسم مثل الساقين، الظهر كيف ما قلت لكم، ولا الكتفين ولا الركب ولا الكوعين ولا المناطق الداكنه ولا اللي عندنا فيها مشكل. السكر البني كنستعملوه مع مكون من اختيار ديالكم. الا عندكم العسل الطبيعي يمكن لينا نخلطوه مع العسل الطبيعي، ندير السكر البني ونديروا العسل الطبيعي بنسب متساويه. الا عندنا النوع ديال الزيت كنستعملوه يعني وكيلق البشره ديالنا، يمكن لينا نخلطوه مع اي نوع ديال الزيت، وخاصه الا عندنا زيت الزيتون حتى هي مفيده جدا. كنخلطوا، المهم اننا نخلطوا السكر البني مع العسل او الزيت بنسب متساويه، ومن بعد نقوموا بالفرك ديالو على المنطقه اللي حبينا اننا نزولوا منها البطور او الاثار ديال الندوب. نقوموا بالفرك ديال السكر البني كيف ما كتشاهدوا على المنطقه بهذا الشكل هذا حتى تيذوب حتى ما يبقاش، ومن بعد نقوموا بالغسل بالماء الدافئ. وهذا التقشير هذا كنكرروه كل اسبوعين على البشره ديالنا، واللي عنده مناطق داكنه يمكن له يستعملوا هذا المشكل هذا المكون ديال السكر البني، يمكن لينا نستعملوه كمقشر الاماكن الداكنه مثل الركب والكوعين ولا حتى الرجلين ديالنا. نستعملوه مره في الاسبوع لما لا، اما بالنسبه للبشره ديال الوجه نستعملوه مره واحده كل اسبوعين. يمكن لينا بالنسبه للنساء ولا الاخوات اللي كيعانيوا من حب الشباب، وحتى بالنسبه للاخوان، حب الشباب هو كيمنع من الظهور ديالو نهائيا، لانه كيتعتبر مطهر وكيخترق يعني الجلد باش يزول لينا هذاك المشكل ديال الاثار، وايضا حتى مشكل ديال حب الشباب. السكر البني كنصحكم انكم احبائي الاعزاء تستعملوه وتجربوه، هو جد رائع، وايضا الثمن ديالو بسيط ومتواجد في الاسواق على طول السنه. يمكن لينا نستعملوه على البشره ديالنا وكنلاحظوا النتيجه، يعني من اول استعمال فاش غنعملوا به تقشير على البشره ديالنا غادي نلاحظوا واحد التحسن كبير، وغادي نلاحظوا واحد اللمعان ونلاحظوا واحد الرطوبه على مستوى البشره ديالنا. كنتمنى احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذا المكون ديال السكر البني باش تقشروا البشره ديالكم، ايضا باش تخلصوا من مشكل حب الشباب واثار ديال الندوب، وايضا حتى الاثار ديال حب الشباب والبقع الداكنه. بالنسبه لبعض الاخوات اللي طلبوا مني وصفات على مستوى الرقبه عندهم مناطق داكنه، يمكن لهم يستعملوا هذا المكون مع الزيت او مع العسل، المهم خلطوه بنسب متساويه حتى تتجانسوا، ومن بعد نفركوا به المنطقه جيدا. خليو هذا السكر نفركوه على المنطقه، يعني نعملوا به مساج حتى تيذوب لينا هذا السكر هذا على البشره ديالنا، يعني نقوموا بمساج خفيف باش من يعني باش ما ناديوش البشره ديالنا، مساج خفيف حتى تيذوب لينا هاد الحبيبات تاع السكر. ومن بعد احبائي الاعزاء نغسلو بالماء دافي ونخليو البشره حتى تتجف، ونكرروا هاد الطريقه هذه بالنسبه للوجه كيف ما ذكرت لكم، من 15 يوم 15 يوم نعملوا مقشر الوجه. وبالنسبه للجسم مثلا الكوعين ولا الركب يمكن لينا نستعملوه مره في الاسبوع. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا بدعواتكم والانضمام الى اسرتكم قناه جرب وحكم، وايضا تشجيع بلايك، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.